أهلا بحضراتكم مرة تانية. كنا بنناقش كابتن قبل الفاصل ملف الأندية والتارجت اللي بيحطوها قبل الموسم، وخدنا بنفيكا كنادي من الأندية هو طبعا بينافس، ولكن في أندية تانية زي بازل مثلا السويسري معتمد بشكل كبير جدا على الريسيل، إنه بيشتري لعيبة بأسعار قليلة وبيبيعها لأندية كبيرة بأسعار كبيرة. هل النموذج ده ممكن يتطبق لبعض الأندية عندنا هنا في الدوري المصري؟ أكيد إحنا عندنا، بص اللي أنا شايفه يعني أرقام مهولة لل 18 فريق كله جايب دوري جايب لعيب محترف لإيه؟ يعني في أندية الأربعة خمسة ستة اللي فوق بتنافس، يا إما بتنافس على البطولة، بتنافس على المربع الذهبي، صح مظبوط، بتنافس على إن أنا أشارك في بطولة عربية وكده، يعني في المراكز دي. اما بقيه الفرق اللي هم في النص، طب اللي هينزل ده جايب لاعب ينقذه. في مجموعه من ال 18 لو قلنا سته فوق وسته تحت ان هم ممكن ينزلوا، هيتبقى انا سته في الوسط. السته دول لو جابوا لعيبه الهدف منهم ايه؟ ما هو دولت مش عاوزين ينزلوا، مش هينزلوا ومش عندهمش امل انهم يطلعوا فوق، انهم ياخدوا بطوله، يقوي نفسه على بطوله يعني. مش هياخدوها. فاذا انا اقدر، طالما انا عندي ازمه ماليه، الست فرق لو عندهم عين كويسه بتقدر تجيب لعيبه وتقدر تلمحهم وتقدر تجهزهم وتقدر هنا، وارجع اعاده بيعهم تاني، استغل ان انا عندي خمس محترفين، اربع محترفين، ثلاث محترفين، اجيبهم عندي ويتمرنوا ويجهزوا، بس ما يكونش الهدف ان انا اجيبهم قاعد عندي هنا. هو مش موضوع عشان تكسب، ما هو تكسب هتعمل مكسبك حدودك، لكن انتوا اجيب الخمسه سته دولت اربيهم عندي، اجهزهم عندي، اشغلهم عندي، ثم بعد كده ارجع اعالج. واكيد هجيب فلوس، هجيب فلوس، وبالطريقه ديت خلال سنتين ممكن يكون التارجت بقى ان انا ممكن اتواجد في الستيب الاعلى. يعني عندي دلوقتي مبلغ كويس او فلوس جمعتها من خلال سنتين ثلاثه، وبالتالي ممكن اوظف الفلوس ديت ان انا انافس، او على الاقل يعني انافس على وجودي في المربع ده. اختياري وانا بختار لعيبه اجانب، اختار ثلاثه اربعه يقدروا يخلوا شكل الفرقه بتلعب كوره، يحسنوا من اداء اللعيبه المصريين، يساعدوهم. ده غير الجانب المالي طبعا. ما هو الاسد يعني انت جايبهم كده، ثم من الجانب المالي هم اللعيبه دي هتزيد. صحيح. هتبص تلاقي محليا الاسعار بتاعت اللعيبه دي هتزيد. صح. تجيب غيرهم بقى عندك فلوس.